من أرض الطابور هذه التي شهدت تدريبهم وأعدادهم إلى خدمة الوطن بربوعه الممتدة، ينطلق رجال الكليات الحربية من حفل تخرجهم هذا العام الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو غد مشرق بفضل ما يبذلونه من عرق ودم. كلية الفنية العسكرية بتحتفل مع زملائها من الكليات العسكرية النهاردة بتخريج الدفعة 55 فنية عسكرية. الدفعة 55 فنية عسكرية بتشرف بأنها بتحمل اسم سيادة المشير عبد الغني الجمصي وزير الدفاع الأسبق. احنا الدفعة 55 فنية عسكرية في نفس الوقت احنا بنحتفل النهاردة بمرور تقريبا 60 سنة على إنشاء الكلية الفنية العسكرية. الدفعة اللي بتتخرج النهاردة بتتميز ان هي بتتضمن من ضمن خريجيها طلبة قسم الهندسة البحرية، ودي أول دفعة تتخرج تخصص هندسة بحرية من الكلية الفنية العسكرية. في شروط موحدة على جميع طلبة القوات العسكرية، اجتياز الاختبار السمات، وبعد كده اجتياز الاختبار الطبي، وبعدين الاختيار اللياقة البدنية، وبعدين كده الاختبار النفسي، وفي طب متقدم واختبار معلومات عامة. ده كله موحد في القوات العسكرية. بنختلف في الاختيار حول مجموع الثانوية العامة وصفة علمي أو أدب. أول ما ينضم الطالب للمعهد الفني أو للكلية العسكرية بيتم فترة تدريب مركز 3 شهور لصقل مهاراته في الناحية البدنية والناحية العلمية والناحية العسكرية لمواكبة الناحية العسكرية، لملائمته للعمل بالقوات ضمن صفوف المؤسسة العسكرية أو القوات المسلحة. إحنا الطالب من ضمن الأساسيات بتاعته أنه لازم بنعمل له حاجة اسمه تدريب خارجي أو معسكر تدريب خارجي أو رحلة سنوية، بغرض مش نتعرف على الدول، بغرض انه يتعرف على المواني العالميه. بنبتدي بالمواني المصريه، بيعقبها بعد كده في السنوات الثانيه والثالثه رحلات الى الدول الاجنبيه للتعرف على الدخول والخروج للمواني، زياره للسفن الاجنبيه، زياره للقوات البحريه للدول الاجنبيه. على سبيل المثال في الفتره الاخيره احنا كنا زرنا ايطاليا واليونان والسعوديه والكويت والامارات والبحرين، وفي اوروبا برضو زرنا فرنسا. يعني لازم نطلع الرحلات دي، وبتبقى فترة ان الطالب يبتدي يتعود على البحر، نقعد حوالي من 30 ل 40 يوم متصلة في البحر. العملية التعليمية والعملية التدريبية بانتهاء المفروض نحقق جميع الأهداف المخطط لها، العملية التعليمية والعملية التدريبية، فبالتالي التطوير مصاحب للعملية التعليمية. يعني ما فيش عملية تعليمية بتتم لما يكون مصاحب لها عملية التطوير. التطوير بيتم في جميع محاور العملية التعليمية، وهي المدرس كمرسل، كطالب كمستقبل، المنهج الدراسي، البيئة الدراسية اللي بيتم فيها العملية التعليمية. بمختلف فروعها وأقسامها عدت الكليات الحربية جيلا واعدا من المقاتلين والمحاربين الذين عاهدوا الله على خدمة هذا الوطن، مقدمين الغالي والنفيس لأجل مصر وشعبها. طبعا شعور انا في قمه السعاده بتاعتي ان انا متخرج من كليه حربيه، ده اللي هو بالنسبه لي هو يعني بدايه النجاح، بدايه السلم اللي انا هطلعه، مش اللي هي دي النهايه بالنسبه لي، لا بالعكس، ده هي دي بدايتي في القوات المسلحه، وان شاء الله تكون بدايه موفقه. الدراسه في الكليه البحريه الاربع سنين اللي فاتوا كانت نظري وعملي، استفدت جدا 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 بالشكل النظري طبعا، وطبقته عملي. الحمد لله ان اتاح لينا الفرصه ان احنا نطبق الشكل النظري عملي في البحر. اربع سنين كل سنه بنسافر نحتك ببحريات العالم وبنقابل شعوب تانية، والحمد لله قدرنا نشرف مصر ونمثلها احسن تمثيل بين بحريات العالم. لا شك ان فخور جدا باني تخرجت من مصر، وبالذات يعني في الكليه الجويه المصريه، كليه الانضباط. تعلمت اشياء واجد جدا يعني، وانا فخور جدا اني دخلت كليه جويه تحديدا. يعني شعور بالفخر والسعاده انني تكرمت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه، وده كان حلم بالنسبه لي، لان من اول يوم دخلت فيه لكليه الدفاع الجوي اعتبرت وذكرت الاستعداد الرياده اليوم للتكريم، وده شرف كبير بالنسبه لي. طبعا من دخل الكليه انا استفدت حاجات كتير جدا على المستوى الشخصي، سواء في اللياقه في التعليم، وكان سبب كل ده هو الانضباط. الانضباط هو اساس نجاح اي طالب داخل الكليه، ودايما القاده بتوعنا بيوصلنا بالانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط. طبعا انا انضمامي اصلا لصفوف القوات المسلحه في حد ذاته شرف ليا وشرف لاسرتي كلها، فطبعا هو شعور عظيم. والحاجه اللي انا اصلا يعني اتمنى ان انا اتخرج عشان خاطر اعملها، ان انا اخدم في سينا وقاتل في سينا، وان انا اجيب حق الشهداء بتاعتنا. وطبعا انا اقول لدفعتي واقول للرجاله اللي هم دفعه 113 و114
ان هم يكملوا نفس المسيره اللي احنا كملناها عشان ينضموا لصفوف القوات المسلحه. برا وبحرا وجوا يقف صقور الكليات الحربيه على ارجاء حدود مصر لحمايه ارضها من اجل توفير كافه السبل لبناء مصر المستقبل وتحقيق الرخاء والتنميه الشامله. مينا مكرم، On Life.